اتفضل يا فندم اتفضل. لا يا جماعه حطوا تليفوني ازاي؟ ابدا الكلام يا فندم هتلاقي الناس كلها. ممكن استاذنك بس عايز اعدي على ما تحطيش مايك يا ناس. ما حدش يا جدعان يحط مايك. ايوه اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقال اللي بشكر ربنا حدش حط يا مصري يوم يا جماعه لوجو ما تسيب اي حد رايح يحط انت مالك يا ابني بشكركم مين ماسك البنت اللي دخلت بشكر ربنا هينفع كده بس يا جماعه ان خاتمه المحكومه ايه ده ايه طبط مين اللي بيزق ده الزمه انت خبطت كمان ماشي ماشي لو انت حط التليفون لي قدام يعني يا جماعه الحمد لله خلينا نصور خلينا نصور معاك اتمنى خلينا نصور معاك الحمد لله حدش حط موجودين قفل ايه طب حب ايه كده والله طب هنصور ايه حب من ربنا لينا وللمرحوم النهارده مش شايفين رموز سياسيه طب انا عامل رئيس وزراء والاهلاويه شيل اللوجو يا جدعان طيب اللوجو يا جماعه لوجو يا جماعه مش لازم والله هزعلكم باللوجو اللي معايا هترفعوا ايدك يا جماعه لو سمحت كم اعضاء مجلس النواب من وكيل مجلس انت بتعمل ايه انت بتقف عليا انا لا لا ما تتحركش لا وانا واقف اهو انا واقف انت كنت تاخد اللوجو حاطط اللوجو ده شيل اللوجو يا رجاله كويس من الزمالك ومن الاهلي حاجه محمد عبد الوهاب موجود حسام بدري موجود طبيعي ياسين موجود كتير في الفيلم موجود رموز اهلاويه كتير موجود وده بيؤكد يعني انه ده ينفع يعني يا باشا من فضلك خلاص بقى هتلاقيني مشيت وده بيؤكد ان العلاقات الانسانيه عشان بس ما عملش تصرف مش هيليق بيك والله هو يا جماعه ارفع ايديك ارفع ايديك ارفع ايديك ما تسندش عليها يا بنت محمد صلاح وعفاف شعيب صراحة صفاء بسود بعيد والله مش جاي معاه المهم يعني الحمد لله دي محبة من ربنا لينا ومحبة من ربنا اللوجو كله جاي محبة حبة الشطير دي فيه والله مسك ده انا بعتبر ان مسك اللوجو عن طريق العزاء في الموضوع النهارده هو استفتاء تاني هو استفتاء بفضل ربنا واستفتاء بفضل ربنا بيقول اللي زور الانتخابات ضد سميه محمد واللي مش شارب النادي الزمالك السيف ده بيقول له فوز فيك ده شعب مصر ده شعب مصر كله جاي الزمالك شايفين كلكم ايه بحب طب بص طب ده السلطه ما انت جاي محكمه طب ما تشيل لك كبير من القضايين كانوا معينين ومستشارين ده استفتاء لو قدام بنزل شويه لو قدام بنزل شويه في لوهات مش عارفين ننزل والله الحبه المرتضى تافه سقطي بالتزوير وطلعني من النادي الزمالك بقول هو ده شعب مصر هنا وهناك واوعى تفتكر ان شعب مصر ده شعب مش شعب محترم جدا وشعب راقي جدا وفاهم ومتحضر ومتحضر انت شفت ده انت من على الكورة كل نجوم الزمالك على راسهم الكابتن ابو كده طبعا كل فيلم على الكورة لا لا حاضر بقى مش عايز انسى حد وبيتعدى كله كده قعدت ازاي طيب نرجع بقى انا بقول للفريق كامل من فضلك تاني احنا مبسوطين انك وسعت الشوارع ليه؟ ثانية واحدة من فضلك انت ليه عاملة مشاكل؟ ماشي بعد اذنك بعد اذنك حضرتك وسعت الشوارع عشان العربيات في مناطق سكنية يا كامل يا وزير ده اللي تم مكافئتك بوزارة جديدة الصناعة هو حضرتك بتوسع الشارع طب والسكان ما تعملش حساب بني ادم البني ادم تعمل حسابه اسامة تعمل حسابه في اشارة مرور كوبري مشاه لا كوبري وقع هو عمل كوبري وقع كلكم عارفين ان فاهم عمل وقع وبعدين مفيش كوبري مش 17 جول فين مطبات كان في مطبات والشارع صغير شالها هو ورئيس حي العبور قلت انا يا جدعان نعمل ايه؟ تزعلوا قلت انا لو تفتكروا اللي كانوا موجودين يوم الحادثه يوم الحادثه ان مدير مرور الجيزه فاشل 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 ده على جالك اهو اللواء ماجد ليه فاشل؟ ليه
لان احنا موجودين في المستشفى الشروق المرافق قبل ما ننتقل بيها مستشفى الهلال وبعدين انتقلنا لمستشفى وادي النيل وبالتالي كل ده على رفقتنا عشان ما نقولكش ايه ده بيروحوا المستشفيات الفخمه دي على حساب الدوله. سامي مدير الامن يكفي ان وضع الارهاب على لوحه الكعفر والناس الحريم تمام انما في النهايه الراجل ده فاشل اللي اسمه امجد حضرتك تجيبه مدير اداره العامه مرور مصر كلها وبعدين في شارع جامعه العربيه نفس القصه كل يوم ثلاث اربع حوادث اطفال بتعدي الشارع بتموت استاذ كامل من فتره يعني العربيات بس انت بتوسع طوله ليه؟ عشان العربيات. طيب هل تعلم ان شارع احمد عرابي بقى فيه متر ونص؟ هل تعلم من كامل ان شارع احمد عرابي في كوبري وصلك اسكندريه وطنطا انت مش اسمه من لوجو غير مجد احمد عرابي ده جزء من بالطريق الصحراوي ولا انت مش واخد بالك مش انما انا قلت وبقول تاني ده مخي معاه في رقبه كامل وزير عشان الطرق اللي عملها ما عملش حساب المشاه وفي رقبه اللي هو امجد اللي رقوه مدير الاداره العامه للمرور وفي رقبه رئيس حي العجوزه اللي كان فيه مطبات شالها يعني الشارع لما كان الجنينه قد الشارع 10 مرات بس كل حارة 3-4 متر عاملين مطبات لما دلوقتي حارة دلوقتي 500 متر شالوا المطبات فبقى خلاص ربنا يرحمه ربنا. طب واللي جاي؟ طب والحاسة بتاعت امبارح اللي في الشارع واللي قبليها؟ لا هي القصة مش منظرة تاني بقول اهو احترامي للفريق كامل بلدياتي وراح عند البلد كتير ويعني كل تمام وعمل اطار على اعلى مستوى تمام انما انت نسيت حاجه مهمه البني ادم انا اتمنى الحوادث اليوميه اللي بتحصل احمد عرابي جامعه الدول العربيه شارع الشباب يا جماعه الصغير في خمس ست اشارات مرور العند بتعمل اشارتين في احمد عرابي واما جامعه العربيه اشارتين عند واحده عند نبيله دي مهمه جدا الاولاد اللي بيعدوا من نادي الزمالك الاطفال بيعدوا كل يوم بتحضروا حوادث طبعا نسيت اشكر طبعا الاستاذ زي ما قلنا نشكر الاستاذ رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور اشرف صبحي اللي انا كنت مسافر هم لما عرفوا من حاله ده كسرت في الحوض من اليمين والشمال والرجلين نقلوها المستشفى لكن طبعا المستشفى بشكر الدكتور في مستشفى لكن تقريبا حصل بقى نزيف في المخ وبعته في المخ فنقلوها مشهورين الى مستشفى وادي مستشفى محترم جدا الدكتور مدير هناك محترم جدا لكن خلاص ده قضاء احنا راضيين بيه لكن تركوا انفسكم الى ايه؟ تهلوكه لا فريق كمان تفتكر نزل التهلوكه كل يوم انت ورئيس حي العجوزه وانت والباشا مدير مرور مصر كلها تمام؟ لانه حياه الانسان اهم من العربيه. انا اتمنى ان شاء الله تمام يعني مش عندي. الموضوع ده خلاص يتوافق الله يرحمه. وده شايفين هي طبعا كانت رئيس تحرير برنامج هي طبعا في وزاره الثقافه وكانت رئيس تحرير المدام صفاء بصر. انا كنت بحكي لك الحلقه العربيه مع مدام ايمان السيره الجميله دي سافروا مع بعض وعملوا كل حالات هي وانا طبعا مندهش هي اللي شغاله احمد زاهر في التمثيل هي اللي شغاله احمد زاهر في التمثيل تمام ثانيه واحده يا نور شغاله مين احمد زاهر كان حاجه تخينه كده لانه دكتور عادل صادق اخته كانت متجوزه وقته
هتذكر الاستاذ احمد زاهر يا مهندس ممثل يا ممثل احمد زاهر عزاك؟ اه لا وفاء هي اللي شغلت محمد رمضان في التمثيل الاخت اللي اظهر على طول تاني بتسال محمد رمضان يقول لك لا انا كنت رايح للميكروباص بدور على اي حد يشغلني طردوني وفاء كانت المخرج المنافس طبعا في التلفزيون فلقيت ولد بيعيط ده مش شبشب وده مش عيب فهو اللي بيحكي لي انت يا بيه من فضلك من فضلك من فضلك اتفضل تمام اداك 20 جنيه هو اللي بيحكي قلت على بكره وحلقه ثاني يوم دول اداك له جول ما بيعزيش كل انسان عنده ايه عنده اصل وده اصل بس اديت لك مثل كده ايه على لسان محمد يعني رمضان. الفنان محمد رمضان ما عزكش في اساله مين اللي شغلك في التمثيل مع المستشار ومين اللي اداك 20 جنيه عشان تركب الميكروباص وترجع وفاء منصور اسالوه موجود ولا مش موجود انما احيانا شهره بتجنن فلوس بتجنن السلطه بتجنن مش كده وده اسوء شيء في الدنيا ان بني ادم يجي له مال او شهره او صحه او نفوذ هو مش مستعد فبيجي له الخلل اللي احنا شايفينه ده خلل سؤال بس مع المستشار هنا انما الولد محبوس ليه؟ لان اي واحد بيعمل حادثه الحق طب انا رجلي على فكره معلش اسف بس انا هو اتحبس هستفيد ايه؟ يعني حضرتك مش هاخد اي مش هتاخد اي اجراءات ضد انا نزلت خلاص انما اي واحد بيعمل حادثه بيحللوه لا مخدرات وده بقول لامجد مدير مرور الجيزه هو حضرتك ده خد رخصه ازاي حضرتك ده خد رخصه ازاي يا بيه بعد ما اتكلمنا والناس كلها سمعت مفيش عسكري مرور شارع من ورا ولا جنب العربيه حضرتك شايف المشكله من نعم. المشكله جايه منين المشكله الاتي انت وسعت الشوارع اهتمام بمين بالعربيات احمد عرابي دلوقتي احمد عرابي بقى امتداد لايه الطريق الصحراوي اللي بطلع الكوبري بخش على فين المحور دائري بخش اسكندريه بخش طالع في وسط ناس مجانين بقى طريق رئيسي تمام مفيش اشاره مرور يا راجل على المستشار لا 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 الناس تموت المستشار يا باشا وقع المفروض المسؤول كان يتحاسب لانه وقع عربيه معديه بتعمل كده احنا حد بيحاسب حد لا بصير مرتضى حضرتك صنعت نجوم كتير قوي في نادي الزمالك وشفنا النهارده ناس كتيره بتعزيك ونجوم كتير ولكن في نجوم كل نجوم نادي الزمالك حضرتك صنعتها من شخصيات عامه بتعتب عليها ما عزتش حضرتك مش هنذكر اسماء ولكن كل النجوم والله العظيم زمان كل ولادي تحب تعتب على مين طب هقعد ازاي لا رجعت تعتب على شكرا تقول له انا مع المستشار الدرجة خلص يعني حضرتك بس ثواني يا جدعان ثواني هكلم واحد خلص خلص ايه يا فندم خلص هو لسه بيلعب في نادي الزمالك يا باشا بقى ده عشان مش عايز اتكلم عن نبيل مش وقت نبيل وقرف ودعم عمر هو نبيل مضروب امبارح جوه النادي كلكم شفتوا الفيديوهات الاعضاء المحترمين ضربوه والجماهير هتفت ضده في الماتش عشان الشركه بتاعت كوكولا كلكم شفتوا البوست اللي انا نزلته بعد هزيمة المقاولية طبعا دي مهمة جدا عشان في ناس فاهمة انا استشهد السيد بعض الايام يعني واحد زي اسمه شريف عبد اللطيف بتاع عبد الكريم كان شغال وكل جوز صدر الشرطة ويمسح البوست في ايوه لا انا عايز اسال سؤال هو فعلا علي قتل منسي؟ لا طب لو هو قتل الدولة المصرية هتعمل بيان تنديد؟ لا شيخ الازهر هيعمل بيان تنديد؟ لا قول لنا عارفين اللي قتل ما تخشش تاني كده ارجع قوم صلب اسمه الزمالك مش اللي بيشالها شالها رماها رماها مين هو ده؟ حضرتك شايف الايمان دلوقتي؟
داعش طلعت بيان هم اللي قتلوا الشهيد احمد حسين. النهارده انت واخد الكتاب بتاعي نتنياهو النادي الطايح في العالم العربي كله طايح. عشان كده قلت ايه لو العرب ما خدوش طارهم اصل في الاسلام لهم في القصاص الكلام ده احنا ههتف بعد ما كنت بقول امجاد يا عرب امجاد اقول نعاج يا عرب نعاج لانه غير شهيد الاطفال لسه في لبنان قتل اطفال قتل 40,000 فلسطيني وانت جاي تقول لي في غزه وفي غزه وفي مصر انا بقول للناس المغيبين يعني المغيبين مين؟ لا اللي هو قالك يا لا زاد العز والراجل دوت احنا عايزين ميدو وحازم هنا. ميدو وحازم هنا عزو حضرتك؟ عزو حضرتك مين ميدو؟ ده انت حضرتك مسك نادي الزمالك في عهد حضرتك وساعدته كتير أحمد طبعا حسام في احمد حسام ميدو. كل الناس اللي قعدتوا معاه احمد حسام ميدو. ما مش بيتكلم عن الراجل رئيس شغل ده يا عزو. حضرتك تكلمني عن اتحرك بس دول يا فندم حضرتك ساعدتهم يعني يا فتح الدنيا يا فندم انت اللي جبت حسام يا فتح الدنيا يا ساتر مستشار النشاطات بتتاخد ازاي يا ساتر مستشار انت اللي جايب ميدو للنادي بيدرب نادي الزمالك وهو لسه عمره 30 سنه يعني انت اللي جبته مين فضل اذا انت اكرمت الكريم تمر لك على كتابه خلاص شايف الامام اللي هو نادي انت اكرمت الايمه تمرده ما تسالنيش عن دول ما تسالنيش عن اي رقاص في حد حضرتك النهارده زعلان منه ان هو ما عزاش لا احنا عملنا عزا في بلد حضروا جه راجل 10,000 واحد تمام يعني من كتر الناس الدايره اللي سقطوني فيها سقطني فيها الوادي التافه اللي دوله طردته وقعت في البيت دلوقتي لما ما لقاش اماكن قفلنا الشارع طريق عز العزيز اتقفل والنهارده زي ما انت شايف حشود كبيره ناس كتيره وناس دماغنا وغير اللي كلموني في التليفون انا مش عايز اقول لك كم التلغرافات والواتساب اللي جات لي قلت لك مثلا 30 40,000 لا الناس كلها بصراحه هل حصل تواصل مع اداره النادي الاهلي ومع حضرتك؟ كابتن محمود الخطيب عز حضرتك؟ كابتن محمود الخطيب يعني ما عزاش يعني كرئيس سابق لنادي الزمالك ورئيس تاريخي بالظبط بس انا بدري مش مدرب الاهلي تمام طب يا سيدي مش كده؟ مش هتفرق مش محمد عبد الصالح رئيس اللجنه القانونيه في النادي الاهلي كان موجود كان موجود وعلاء عامر كان موجود يا فندم وعلاء الحمد لله لا ده مجلس مهم كتير لا خاصه ده مستقبل وطن حزب مستقبل وطن حضرتك شايف يا ساتر المستشار سيادة المستشار حضرتك شايف الاهمال اللي جوه نادي الزمالك بتاع ازاي هو مش نادي الزمالك عشان يجيب الاخر ده في منشات وفي حد عاقل يشيل الرخام والبتسمين ويحط البلاط بتاع وفي حد عاقل يردم حمامين سباحه ب 16 مليون جنيه وفي حد عاقل ركز معايا طب ما ده اهدار مال عام ولا حد بيعمل حاجه ثانيه طب بس انت بس اللي كان جابه محاميهم مش المهم وفي وزير لسه موجود دلوقتي هو اللي موجود دلوقتي حضرتك ترفع ضيق ثانيه بيان الفلوس اللي حسابنا فيه 100 مليون جنيه اللي كان محفوظ عليهم في البنك اول ما مشيت ممدوح بسالك يلا بقى كان انا ضامن 100 مليون ده اللي كان اتفاق شيكابالا كويده للاخ شيكابالا اللي ثالث مره يهرب ثاني ثالث مره يهرب دفعنا له القسط الاول والثاني الثالث ممدوح بسالك انا مسؤول ولا مين مسؤول؟ حاجة زمان بعد الفلوس ازاي؟ صح مش في حساب اي واحد. اثنين هذا الكورة كان عليه 56 مليون جابهم لي اللي هم جايين من بره. قلت له احسب معايا. كهرباء 200 مليون
2,650,000 دولار. كانوا عاملين 200 مليون بالسعر ده. لان عمرو جنايني في البنك قال لهم لكم تعويل. حصل ايه؟ تعويل. تعويل. خدوا 70 مليون خدوهم كاش في التقسيط. في تقسيط ما دفعوش ولا 13. حد بيحاسب حد؟ بتفسر بين الاداره ايه؟ ثانيه واحده يا باشا من فضلك. سياده الوزير حامي لغايه دلوقتي. شوشه الصبح. تمام؟ طيب. 280 مليون اشتراكات. ملعب حميد موقع بايده اربع محلات يمين وشمال اللي هم عارفين الملعب يتزود 54 مليون. الشركه الراعي 120 مليون. فاحنا كنا سايبين ايه؟ نص مليار. مش عايز كلبي هاو تاني. نرجع بقى اهو اهو اهو. ده في محلات كتير مقفوله. وفضل الحشرات داخل حمام السباحه. الحشرات والستات من الفيسبوك مش عارف منين. الستات بتنضرب والسيدات الفاضلات المحترمات ضربوه معاها عشان زهقوا. خد بقى عندك بقى خالد بطل. كل شويه في ايه؟ خالد ده. يعني خالد بطل. ده كان بيلعب فين؟ المغرب. لا كاس عالم لاعب وجاب جون تقريبا كمان جاب جون ايوه رجع مصاب ورجع مع انزل لو فشكوه سبع علقه ما انا من عارف محمد ابراهيم ابو جابر كل دول وش كله كله عبد الواحد سيد انا معاه عبد الواحد سيد دلوقتي ما عازنيش انا اللي جايبه من الطرق والله العظيم انا اللي جايبه من الطرق ولا كان ماسكين مركز الشباب في حته كده المهم فرنسا وروح فين؟ فرنسا دكتور محمد عايش ولا ميت؟ موجود في الجهاز ولا ماشي؟ اسالوه ولا عمرو ادب ما اسمعش صوتك. تاني ما اسمعش صوتك. محمد وسام موجود. سافروا؟ فرنسا. تحدد ميعاد العمليه هرب. هرب. تركي التاريخ لمين؟ محمد وسام موجود ولا ميت؟ موجود. كتب لي تقرير. الواد ليه شهرين مش تلميذ طب فين؟ بحسابه العقد بتاعه يمشي بعت له اربع انذارات على برضه عشان تلعب وقت الضرب ما بيجيش اسيبه عقده ماشي ولا افسخه؟ العقد بيقول ايه؟ افسخ فسخته وعملت فيه شكوى 2020 حصل ايه؟ ايه حصل ايه؟ شهر 11 مشوني مشوني جابوا حسين لبيب خلاص؟ طب جاوب بقى يا حسين قول بقى هو اللي هرب عاملين محاضر في اسم وراح له جوابات واستلم جوابات تمام طنش الحكم هو فين موجود رجعنا احنا عملنا استئناف تمام اول ما عملنا استئناف عملوا ايه مشونا مش عايز كلب يفتح بقه تاني قول تاني يا عمرو ادهم انت وعمرو الجنايني بالجزمه ما اسمعش صوتكم تاني فاهم يلا انت هو بقولوا علم اهو محمد حسين موجود ولا ماشي؟ موجود بعت لحسين لبيب قلت له زي ما بعت في حمد النقاش قلت له الواد واخد فلوسه مؤدب الواد ده ما تصطلحش معاه راح اصطلح بعدها باسبوع ايه؟ خسر القضيه حمد النقاش بعد ما كان مديله 800,000 دولار تمام؟ فلوس سايبه مش مشكله مشينا احنا انا بتحمل المسؤوليه؟ نعم طب هو ليه انتوا خسرتوا القضيه في المرتين؟ رغم القضية سهلة هو اللي مشي ولا مشي غيروا المحامي يا باشا عمرو ادم جاب محامي عشان العموم وانت لما يكون عندك قضية في محكمة وعندك محامي شاطر احنا هو كسبنا كل القضايا تمام منهم قضية كهرباء تغيروا بس ده صاحب امير مرتضى امير مرتضى اشرف مني كانت وقت طب ما كانت وقت مع النعيمة وما خدش يكون فيدرالية ما كلهم بتوعه مش كده؟ طيب الواد كسب القضية في ايه بقى؟ قال يا جماعه انا جالي فعلا الجوابات دي والانذارات دي
بس انا ما بقراش عربي ولا بتكلم عربي. كلام سليم. طب انا يا حسين بعت لك فويس بصوته بيتكلم بالعربي. انا مش هقدر اجي التمرين عشان رجلي مصابه. ده لو راح المحكمه هيحصل ايه؟ والله تخلص. هتكسب القضيه؟ اه طبعا. خربوا النادي. جاي وخالد بطيب وخالد بطيب. الواد التاني خشمونج ده. خشمونج ده عامل فيديو من دبي صوت وصوره بيقول انا خدت كل مستحقاتي من بريزنت الزمالك. تمام؟ اديت له الفيديو ما بعتوش. هو انت عمال نايم على وشك وبطنك. انت العيال اللي معاك. وعايز تلبس لي قدام الجمهور. لا انا ساب خرابه، لا انا ساب لك نص مليار وساب لك احسن لعيبه. هو مين جايب لك مصطفى شلبي وعمر جابر وعبد الله السعيد؟ مين اللي جابه قبل كده؟ ها؟ مين جاب اللعيبه دي كلها؟ مش انا؟ فادي يا جماعه قصه خالد بطيب. تاني عندكم محمد اسامه وعندكم احمد لسه شغال اسمه محمد ابراهيم اعتقد لسه شغال هناك. اسالوا ده اللي كان بيبعت جوابات للوزارات وده اللي راح معاه والواد هرب من المستشفى. تمام؟ وانت بقى بتغير المحامي ايه؟ عشان تاخد البتاعة. وبعدين بيقولوا لي احمد سليمان في المستشفى. طب ليه؟ عشان خناقة كبرى. هو جايب شركة إماراتية رعاية وحسين لبيب سافر قطر جاب الكوكولا دي الرعاية. تمام؟ مين اللي يكسب؟ مين اللي يكسب؟ الرئيس. بلاش قرف. لو المستشار مرتضى منصور هيبقى كان موجود في الزمالك كان هيوافق على رعايه شركه مقاطعه لنادي الزمالك ولا لا؟ ما كنتش عملت انا البوست بتاع امبارح وقلت فيه اقتلوا نتنياهو. حصل. طيب قوي. في بعض من جماهير الزمالك بيقولوا ان الرئيس الفعلي لنادي الزمالك مش حسين لبيب وشخصيته. حضرتك بتشوف ده؟ لا اسمع الموضوع بس اشترى من حضره الباشا اشترى منه النادي اشترى منه النادي وجابه فرقتين في الساحل الشمالي. يعني الرئيس الفعلي مش زباله. انا لا استطيع ان الوم الاعضاء لان مفيش عضو انتخب. دي جت قايمه يا فندم. حتى لما نازل خالد لطيف واسالوه مين كلمه الساعه 2 بالليل قال له هتصحى هتصحى. اعمل بيان وامشي. باشا انت رد فعلك يا فندم ايه على اهدار المال العام وردم الحمام السبع؟ انا 16 بلاغ متقدمين عند معالي النائب. يا باشا ممدوح عباس في بلاغ متقدم ضده من 2017 بكام سنه؟ كام سنه؟ سبع في الدوك. مش هتقدر تقول انا كل الكلام ده. قالت اخضر 984 مليون. حد جه ناحيته؟ ولا حد. هل فعلا شيكابالا ما كانش بياخد مرتب اول ما رجع من بره من المستشار لمده كام سنه؟ شيكابالا ما كانش بياخد اي فلوس مرتب. انت كداب. قول له كده. بيقول لك بيقول لك انت كداب. كان بيقول عقد جنيه كفايه. اقول لك كده ده القديم يا عم لما هرب اول مره من باوك. يا سياده المستشار. سياده المستشار. مش اسالك عايز تقول ايه؟ راي حضرتك ايه في اللي حصل في مباراه الاهلي وبيراميدز؟ يا سياده حسين الشحات وشيبي. انا قلت رايي حد الكوره طبعا نسيت النهارده الانديه والمنتجات. انا رايي مدير الشباب لما يرجع مع سفير المغربي مع رئيس الاتحاد مع رئيس الرابطه رئيس نادي السؤال المحترم مع كابتن محمود الخطيب ولازم الموضوع ده ينتهي. اخيرا معانا المستشار شفت ازاي قضيه احمد رفعت واللغط اللي كان حواليها ده كله؟ ما احنا شفنا العزاء وكنا موجودين معاك في العزاء. بيقولوا عزاء شفت حضرنا معاك. اقسم بالله العظيم ابراهيم فايق لو كان لسه في قناه ما كان يجرؤ يعمل العمل. انما هو دلوقتي عامل عشان القناه السعوديه بتاع كل السعوديه. رايك في مدرب الزمالك جوميز والخسائر الاخيره في الدوري؟ مدرب الزمالك. لا شوف انا مش هتكلم عن مدرب ولسه قدامه. يكمل ولا نشوف؟ لا ولا اتكلم انا مخلص. الزمالك من كام سنه ترتيبه السادس من كام سنه؟ عايش دلوقتي بقاله من بعد فتره طلعت يعني. اللي بتطلب مع وجودك مره اخرى دي. كده لو المستشار موجود في الزمالك يجدد لعواد ولا لا؟ انا اللي جاي بس بالفتره يعني انت عايز دلوقتي
تجيب حاجه جوه حضرتك تقدر تشيل 300 كيلو حديد؟ لا الولد شيلناه ما يقدرش. انا بتكلم بصراحه حضرتك شايف ازاي لازم تطلب معوضات مره اخرى وحضرتك ترجع النادي مره اخرى؟ توليك رئاسة نادي بيراميدز وكلام البعض عليها يا راجل بس. طب ايه اللي احترام البيراميدز؟ بقول لك لو جابوا لي ريال مدريد وبرشلونه لا قالوا لي خليك ملك اسبانيا. اسبانيا ليها ملك مش كده؟ طب حضرتك كنت بتدعمها في الاول كاستثمار انا محجوز عليا وبتحارب وديك شفت عبد الناصر الواد الثاني وحرب شنيعه وكانت اتعملت عشان يهاجموني وممدوح عباس. خلي بالك حسين لبيب اعترف قبل الانتخابات انهم بقالوا 6 اشهر قاعدين واحنا موجودين في المجلس بيخططوا يعملوا ايه؟ بيتامروا بقى اسمها يلا اقول لك عندنا ان كل الناس عندنا ليه حل. حل واستقرار ربط الناس. تذاكر بيراميدز درجه اولى كانت بتتوزع المستشار مرتضى منصور قولها سيدي انا سيدي قاعده سلطه تذاكر برامج الزمالك كانت بتتوزع. طب ايه المشكله؟ ماتش الزمالك يعني الاهلي؟ الاهلي اللي هي حصل فيها الاهلي دفع فلوسها. الاهلي دفع فلوسها نص شعب مصر. بقول لك حسابات راحت شعب مصر كل الوقت بيحبني. خرجت مع المستشار بيراميدز في مباراة الاهلي اللي كانت على ملعبه غلى التذاكر وخلى فيها التذاكر كان بيوزعها ببلاش يا سياده المستشار قدام الاستاد. طيب ما هو اللي خدها راح شجع الاهلي. اللي خلص فهمت. انا فهمت رايك ايه في الموضوع ده يا ريس بقى؟ محمد شبانه كل يوم طب بتقول ان عدم الجماهيريه جماهير بيحاول ان هو يستقطب جماهير من الانديه الثانيه هل ده صح؟ هيموت. في نادي من غير جماهير ولا لو ابدا نادي ولو دوري بدون انديه جماهيريه؟ لا ازاي ما احنا عندنا الدوري المصري معظم الانديه فيه مش جماهيريه؟ ده رايي انا قلت حضرتك شفت ده قبل كده في اي دوري في العالم رايك ايه؟ كان سبورتنج السكندري. طب بما ان حضرتك متابعني قضيه احمد رفعت ايه اخر التطورات في قضيه احمد؟ جماعه فاهمين غلط. وزاره الشباب بتحقق قضيه احمد رفعت في مين صفره وهو ممنوع عشان التجنيد مش عشان مين موته. مظبوط. الناس فاهمه غلط يا جماعه. خطا اقول لك ايه اتفضل خد مني خد مني بعد الدوره الاولمبيه خلاص ولي العهد ومدحت ساعه الجد محدش بيحمي حد وديك شفت شوبير. اذا كنت انت وعمرو اديب وابراهيم رايحين دلوقتي عشان دي قناه سعوديه طب سيدي مين عشان يجي؟ انت قلت مراته الثانيه اسمها داليا يا فندم. مرات عاشور. مرات عاشور. مرات عاشور. داليا. بس مش انت اللي هتحاسبه. بنت الحلال محمد حسن. انا بيه اروح اتجوز بعديه. داليا. كذا وقع التعدي على المعجبين بسبب زوجته، راي حضرتك ايه؟ زوجته محمد حسن الحلال؟ بالظبط كده. بقول لك حاجه بقى. ابن محمد حافظ كان بيلعب في نادي الزمالك في المشرق. خلي بالك ابوه عضو في النادي طول عمره معايا بس انا ما عنديش الكلام ده. ايه ده؟ اشرف بالمناسبه لما خد جنبك كده يا جماعه معقوله انا جيت هنا انا في النهايه وزير رئيس اي كان لما بزني لو ما فكتش نفسي هيجي لي بولينا. مظبوط. شفت الوزير ما هو بني ادم يعني يجي له بولينا عشان المشهد. لا انا مش عايز الوزير بس ما يجيش بولينا. صح. محمد حافظ ده الحل. غيره اخي محمد حافظ الحلاق راح نازل ضرب المدرب القلم على وشه ابن الدكتور عشان قارب شطبت اليد رجعوه
دعوهم جوايه. حسين لبيب ده اخر مره دخل النادي امتى؟ والله العظيم ما كان يعرف باب النادي منين. كانت حماد يا باشا خلاص اعضاء وصل مرحله لاعب تمام رجعوهم. كان في عيال بتقعد في النادي كل ما قاعده تشتم الجيش. تعال هنا الجيش عندي خط احمر وتشجع الفتاح السيسي. انا انتقد على الفتاح السيسي 100 مره بس ما اشتموش. في فرق النقد وانتقد السياسات. انا اول واحد اتكلمت عن تعاون الدولار مع واد الرشاد الله يرحمه. تعاون جنيه يا فندم. تعاون الجنيه. وعن العاصمه الاداريه وعن شريف بيه اسماعيل الله يرحمه لما جاء رئيس الوزراء علنا. بنتقد بس ما بشتمش. وريني لين الفرق. وشيرين عشان ثاني واحده عرفت انهم كلهم قاعدين في باب مطرب الشيخ اللي هو بيستضيفهم دلوقتي اللي هم شالوا اليافطه ورموها له في الزباله بس بيستضيفهم الراجل كلام التراب يا راجل صح. انا رحت نازل منهم واحد كابتن زكي الصبار واحد اسمه عامر واحد عارف كده احمد مين بقى؟ قال له احنا رابعه قلت له انا ثانيه شد وما شافش نهائي بره. يوم ما حسين لبيب دخل بيهم وهم عاملين عامل رابعه. ده احنا في مصيبه حسين لبيب دخل بيهم وعاملين علامة رابعة ورجعهم. احنا في مصيبة. نادي الزمالك اخلاقيا بنات بلطجة بصراحة النادي بقى يصعب. طب الدورة الأولمبية أنت بتتابعها ستة مشوار؟ ستة مشوار الدورة الأولمبية أنت متابع أنت حضرتك متابع المنتخب منتخب الأولمبي في مخالفات وأزمات كتير رايحة في الأولمبي كل الأندية تخلى على طبعا المنتخب. ميكيافيلي ده مش عارف فيلي ولا مش عارف كان ميكيافيلي ده بتاع الجزيرة لغاية بر الرصيف الراجل ده برازيل خدها ده ذهبية قبل كده بالبرازيل ومعاه كوكبة من اللاعبين هنا والأخ عادل ده أنا في الأندية المصرية يا فندم اتخلوا عنها بتنبأ له ربنا يكرم خلاص واحنا واخدين زمان بس اعتقد زيزو بس محمد شحاته وحسام عبد المجيد وحسام عبد المجيد وحسام عبد المجيد منتخب الاولمبي واخدين ضد الفلوس ربنا يوفقهم باراغواي باراغواي يا فندم باراغواي فريق جامد على فكره طبعا لا الفريق ده جامد ده الكبير الصغير ان شاء الله ربنا يوفقهم وزي ما ياسر ادريس بيقول يا جماعه يعني خف شويه خف شويه البنت دي 50 سنتي زيادة البنت دي حامل سؤال مش عارف كلام في تعليمات يا ريس بقول لك يا حوالي انت رايح تلعب اللجنة انت رايح تلعب اولمبي يعني ايه؟ يعني ده ارقى معترك رياضي في العالم لان كاس العالم كورة انما ده ايه؟ كل العالم ربنا يوفق اولادنا ان شاء الله شكرا استشار شكرا شرطه قال لي مره كنا عاملين كمين عند نادي الزمالك بالاطرس جه عند النادي احنا كشرطه ما تغناش عليهم والمستشار طلع من النادي من جوه جراهم لا مش هجراهم حاجه انما انت بتقنع الناس ده انا بيها يحب النادي ويحب الكيان حافظ عليه ما يفرقش فيه الولاد كلمتهم مش كل سنه وانتم طيبين وقال الله وقال الله هاجمت فيلم الملحد اللي هو كتبه ابراهيم عيسى ملعون ابو الملحد وصل يلا ابو الملحد اللي كاتب الملحد اهو تاني تاني يا راجل تاني ملعون ابو الملحد اللي كاتب الملحد الاخو اللي كاتب الملحد ده ابو رقبه ده تمام خلاص هو مين دمر تكوين
انا لما عملت قضيه زنقتهم قلت لوزيره التضامن فين الترخيص؟ انت بتدي ترخيص لكفار؟ خلي بالك ثانيه واحده ووزيره السياحه اللي مشت انت بتدي المتحف لكفار؟ رحنا المحكمه محامي الدوله قال ايه؟ انا ما اعرفش من قال لي حاجه ده تصريح تسمع عنه حاجه ثانيه؟ لا دمروا؟ قال لي انا مدمر مين؟ البيان البهائي مين رفع قضيه؟ ومين اللي ما قال ما فيش حاجه اسمها بهائي في كتب البطاقه هي مظبوط في البطاقه بتاعت عسكري مين اللي عمل شكوى للمحكمه الجنائيه الدوليه ضد بايدن ونتنياهو وجالنت وزير الدفاع وابن غفير ابن الكلب ده ابن الكلب صهيوني ابن الكلب ومين اللي بعت للمحكمه الجنائيه الدوليه محكمه العدل كل الفيديوهات اللي فيها اباده للشعب الفلسطيني وقضيه نادي القرن يا رب ثانيه واحده بس ثانيه واحده بص يا بس عشان انا مرتضى منصور وانت اعلام كارهني ما بتقولش انا عملت كده انما لو عيل بشخه بشخه انا شفت قناه الاخوان جنوب افريقيا شفت جنوب افريقيا يا ابني الكلب يا واطن توهو اول واحد عمل شكوى للمحكمه الجنائيه والمحكمه الدوليه انا عليها يوم 11/11 20/23 لانه فكر 24 بس ده مرتضى منصور.